فريق تاع الشهداء، فريق تاع المجاهدين من 1936. حنا حاليا رانا نطالبوا دعم مادي ورفض رفض الاستقالة تاع رئيس النادي. أنا رافضين الاستقالة تاع الإدارة على رأس هذه كيسة. دعم مالي للفريق هذا، دعم مالي. الشركة يبقوا يشوفوا فينا كما شافوا في الأخرين. مانيش قابل الاستقالة تاع رئيس الفريق ومكتب مسير، نطالبوا بشركة وطنية. يا بكم تحركوا في أسرع وقت. الأندية راه بالملاير اللي يشوفها، حنا ما كان والو. أنا نشوفوا بلي راح الأونترينور اللي يشوفها راه بالواحد يروح، نقعدوا فيها غير حنا، ورانا قاعدين فيها غير حنا وما نسبحوش فيها. وكأننا رانا إيكيب في الطيحة ولا إيكيب كانت تلعب على الطيحة. لا، حنا إيكيب رانا كنا رانا مكلاسين الكاتريام ورانا جايين مصدر قوة، ما راناش جايين مصدر ضعف. كاتريام ولعبنا وجبناها بعرق جابينا، وماهوش هذا العام فقط، رانا في شحال من سنه نلعبوا. ما عندناش حتى الاموال، امكانيات بسيطه، وكلاسينا كاتريام حقنا. والمشكله وين راها دركي؟ الانديه راها بدات ودات لي جوار، وراهم مبدئين في التربص تاعهم، وحنايا مازال حنا نطالبوا بالناس اللي عندهاش حكم يا خويا، يعطينا شركه وطنيه ولا دعم مالي كيما الناس كاع، وكاع ما نحزوا حتى واحد. شغل السقي في بدايه الموسم السيد عبد الحكيم ادوار قال الموسم الكروي الجديد 2023-2024 16 فريق 16 شريك. مدي بسيز رانا جايين حاجين متسرع، جايين نقولوا في دار كي وصلنا للمصنع الكلاسيكي كاتريام باغيين نطيحونا. عطونا شي راه عطونا سبونسور ولا زوج في كل مشهد. ذوك الحاج قادة هذا كل شيء داره، راهم بداو في الانتدابات. حنايا مازال ما درنا حتى حاجه. المدرب تاعنا راه مشى للصاور، لي جوار راه مشاو، ما كان حتى حاجه، المكتب راه فارغ. ماكش بيت عطونا شركه، ما تعطوناش شركه، كل عام عطونا سبونسور. اخي يوسف يوسف عضو في المجلس الشعبي الولائي لولايه البيض. حقيقه الفريق الذي قدم نتائج مبهره على غرار انديه كبيره التي كانت تصارع على البطوله، المطلب تاعهم مشروع، والمطلب تاعهم هو الدعم للفريق او شركة وطنية التي تدعم الفريق، وما نراه نحن مطلب مشروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.